سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية في هذا المساء، في هذا اليوم من تمهيدي وختامي المرموم لسن اللقاية والإذاع لأصحاب السمو والشيوخ. تابعت ويانا الشوط الأول، ذهب مع الشاهينية لهجن زحبيل بقيادة المضمر المتألق راشد بن محمد بن بالمروشد. تهانينا والناموس لمالك هجن زحبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، سلام يا زحبيل سلام. وهنا ايضا الشوط الثاني مخصص للقاية الجعادين، المسافة في هذا اليوم 4 كيلومتر جائزة هذا الشوط للمركز الاول، سيارة وبقية المراكز جوائز نقدية حتى المركز العاشر. مباشرة نبحر وياكم مع مقدمة هذا الشوط مع هجن العاصمة على المقدمة، لكن التسلل من الجانب الثاني اعصار قادم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري. في المركز الثاني شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياذ الهلال، يتدخل من عمق الميدان من صالح شاهين في هذه اللحظات لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن مروشد. وصلنا إلى المركز الرابع، المركز الرابع هنا منصب على المركز الرابع لهجن صيح السلام مناصب بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس نشوف سلهود على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر طارش بن مبارك بالقوبع. المركز السادس حملول لسمو الشيخ راشد بن سعود المحلة بقيادة المضمر سيف بن مطر بن خلفان الجابري. وفي المركز السابع شاهين لهجن زعبيل بقيادة مضمر راشد بن محمد بن مروشد. هذه النتيجة، هذه النتيجة. نرجع إلى وين؟ إلى شاهين، شاهين شعار الشاهينية الذي حظت على الشوط الأول وانتزعت الشوط الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، وتهدي الناموس إلى هجن زعبيل وإلى المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد. هنا شاهين على ذرخته الآن على مقدمة هذا الشوط، مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على المقدمة لهجن زعبيل بقيادة المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد. متألق دائما مع هجن زعبيل في كل مكان وفي كل مناسبة وفي كل احتفال وفي كل مهرجان في الدولة خارج الدولة، دائما يجيب العلوم الطيبة، يجيب الذهب، يجيب الرموز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دانة الدنيا دبي وإلى أهالي زعبيل. ها هو شاهين ينفرد بالمقدمة، المركز الثاني مناصب في المركز الثاني لهجن سيح السلم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المضمر الخطير. يا ما صال وجال مع هذا الشعار، يا ما حقق رموز شعار العزرة متواجد على ظهر منصب في هذا المساء. خلوني يا سهيل، خلوني مع شاهين، خلنا نكحل عيوننا. شاهين يطير يحلق على أجواء ميدان المرموم، يا السلام على هذا الأداء المتميز، صاحب التوقيت الأفضل في هذا الموسم على أرضية هذا الميدان. ها هو شاهين يلعب ويرقص في هذا المساء بحضور مشرف من مالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. شوف يا ابو سعيد، هجن زعبيل تحلق وتهديك الناموس في هذا المساء بحضورك المشرف في هذا المساء في يوم الختامي، يوم ختامي تمهيدي المرموم. يا السلوك.
اليوم. يا هجن زعبيل، آه يا هجن زعبيل، هذا الكلام يا ابن المروشد، هذا الكلام ولا بلا يا سلام. سلام سلام عليك يا هجن زعبيل على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه في هذا المساء وفي كل مكان. تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وإلى المتألق راشد بن محمد بن مروشد. سلام يا بن مروشد، تهانينا يا ابو سعيد على هذا الأداء، على هذا الحضور المتميز لهجن زعبيل. تهانينا والناموس على المركز الأول والمركز الثاني، ثنائي خطير من هجن زعبيل على المركز الأول والثاني. وين المركز الثالث؟ مناصب وصل على المركز الثالث لهجن صحيح السلام. المركز الرابع هملول لي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، وفي المركز الخامس سلهود لي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة، نشوف التوقيت، التوقيت ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية. يا سلام عصاته في الأبطان، وهو دائما يسجل توقيت خيالي، بنشوفه الليلة في هذا المساء. 5:53 يسجل توقيت ممتاز في هذا المساء. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. تهانينا المتألق راشد بن محمد بن مروشد على هذا الأداء المتميز لهجن زعبيل بحضور مالكنا في هذا المساء. أبو سعيد متواجد المركز الثاني، شاهين 6:38 من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن مروشد الذي وصل في المركز الثالث. مناصب وصل في المركز الثالث، 6:00 نشوف التوقيت، 6:12 6:00. تهانينا لهجن صحيح السلام، تهانينا للخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا للجميع على هذا الاداء المتميز الذي نشوفه هنا في تمهيدي وختامي المرموم. تهانينا والناموس.